كنز يا بنت. كنز؟ ايوه، السلاسل والمجوهرات والالمازات. ده انا هعيشك في عز في عز يا بنت. ده انا بص هحنك بميه الدهب وهنشفك بالحرير في حرير. وانا خلاص انا هفجر بعد كده وهديها كل يوم فول بوطه وكده اسكندراني. والله ايه؟ في حاجه بتشد خلي. خايفه يفرقع. ده بنت فرقع ايه ده؟ ايه؟ ايه دي؟ ايه؟ يا بنت في حاجة جوه بنت الشيخ. ايه ده؟ مد ايدك كده. ايه ده؟ ايه دي؟ ده حجاب ده ولا ايه؟ طب اقرا كده. اقرا. ايه ده؟ اقرا انت. انت بتستعي عليا ما انت عارف اني ما اعرفش. هو عشان انا بوريك الثقافة. طب انا نازل في المستوى قد ايه يا بنت؟ طب لا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه اعترف. ايه دي؟ ايه دي برضو؟ اعترف مكان طريف. طريف؟ ايه طريف دي؟ اعترف مكان طريق. طريق؟ ايوه مكان طريق. كنز من اتجاه رجلي ناحيه المدفن. والنبي يا لمبي، شكل ابوك ده بيميز عليك. لا في لا كنز دي ولا كنز. في كنز ولا كنز؟ والنبي دي شكل واحده هتجوزها دي يا بنت. ابويا عارف هو بيقول ايه؟ وبعدين ادينا ورا باب الكداب لحد باب المدفن. مش كده ولا ايه؟ بقول لك صحيح، وانت ابوك مش حنوتي؟ هتصدق ابويا حنوتي؟ انت لسه فاكر دلوقتي ان هو حنوتي؟ لا انت ذكرتني. ذكرت قبل يا بنت ما يكونش ابوك حنوت. لو النعمه حنوت. اوعي. حنوتي. انت عارفه انا ما اقدرش انسب اقل من حنوتي. عسل يا نيل. بقول لك مش ابوك هو حنوتي وعنده رجاله؟ حضرته ويجيب لنا اتنين عتاوله اللي عنده دول ويروح واخدينه دافحنه ونروح ندفنه ويا باب ما دخلك دارك. ماشي، ده مفيش اكتر من رجاله عند ابويا. امالك يا بنت ليه كده؟ انا بعينك مفجحه. عشان رجاله انك خلاص بقت مفجحه. انا ايه يعني يا جماعه؟ انت عسل يا نيله. البنت المفروض عايزه ارعش بقك ده الوقت كده. بس يا واد ابوك ميت. اكله ميموت اللي عامله ايه؟ هو اللي جايب توقيت غلط. مالك انت؟ انا كان عليا عايز احذف في المنور بس عشان سالت الفحم بقى ما ينفعش الواحد. صوتك. طب جيبي بصل في الحاجب ولا في الرز. الله.